بتضلك تفاجئيني. قلت لك مش رح اقعد بالبيت بقى. انا جاي اقول لك مبروك. ميرسي. اشتقت لك. اشتقت لك حاف، هيدي ما بتطعمي خبز. لحط البرد بالمزهرية. شو كنت أحلم بهاللحظة؟ راسك على صدري، إيدي عم تغنج لك شعراتك، حتى نفسك عم بسمعه. جمال ريحتك. خلاص اسكت. بأمرك. ما علينا، عارف إني كون؟ مين؟ آه؟ ما بعرف شو انت عملتي بالخدمة؟ ما بدي خدم وليد، بدي بيت صغير عيش فيه، حس حالي بأمان، مش كل شوي يجي يضربني، بدي أخلص منه. الحل بإيدك، لو بتحطيلي شوي كبريائك وعنادك على جنب يا جمال، كل قصتك بتنحل بشوية مصاري. البابا تكفل بالموضوع. شو يعني؟ هو رح يحلها. يعني بابا وافقت معه؟ شو رأيي يعني؟ أنا بدي أتنازل وروح عند هالكلبة؟ مش رايحة، واللي بده يصير يصير. شو؟ شو يعني شو؟ ما سمعت شو بدها ست الشر رح تطلع؟ أنا بدي أروح لعندها أسألها وأقف على خاطرها؟ افشرت. والله العظيم ما عم بفهمك بقى جمال. بدك تخلصي ولا ما بدك تخلصي؟ لك روحي لعندها وخلصيها بقى. إنه من كل عقلك لو رحت لعندها، هي كتير فرقانة معها تخلي الجو لعامر؟ بالنسبة لإلها أنا وعامر فخر يكسر بعضه. هدفها تذلني وبس. أنا بعرف منين عامر خير طلع لي بهالشرط الزفت. قال لك بيك وينه؟ كان عنده وراح على شقته. طيب أنا رح روح لعنده تشوفه وشوف شو بدنا نعمل. روح مطرح ما بدك أنت وياه، بس أنا مش رايحة مطرح، شوفوا شو بدكم تعملوا. ايه فيش اخبار جديدة؟ طيب اي شيء جديد بتعطوني خبر؟ ليلى هلا حتى عم تخبريني، لانه لما رجعت من البوتيك كنت تعبانه ونايمه. شو وقع؟ مين؟ عامر ولا رشيد؟ رشيد اكيد. عامر وقع؟ عامر عم يعمل المستحيل لحتى يبرهن لك انه بحبك، بس هيداك الوقح. اه عامر مش وقح. بشو؟ مع جنين اعطيها معلومات عني، مع جمال بده اياها تدفع لي، مع ابني بده يرجع لي، شو بعمل فيه؟ اش المصاري اذا صير لك والعاني ابوهن. ايه وبعدين؟ شو بعدين؟ بعدين مثل قبلين، شو يعني؟ اه وصير مديونه مرتين لاستاذ عامر خير؟ مره برصاصه ومره بمصاري؟ دخلك ميسام. شو؟ عم بلش صدق انه عامر بعده بحبك، او على القليلة عم يرجع يحبك من جديد، لانه ما حدا بيعمل هيك ابدا. يا الله شو لزقة. مين؟ الو ميسام، انا عامر. خير؟ شو في؟ انا ما قلت لك. لا قلتي لي ولا قلت لك. اسمعيني. لا انت اسمعني. تفضلي. باي حق بتطلب من جمال مرتك هيك طلب؟ حكيت معك؟ عمك خبرني. رح
رشيد زفت اجى عم بيسأل قديش بدي. رشيد؟ القرود السود خبروني. المهم انت بأي حق بتطلب هيك طلب؟ بحق ال 18 سنة اللي غلطت فيهم بحقك. غلطت؟ بتسميها غلطة؟ بسميها جريمة. حكينا بهذا الموضوع، المهم شو قلتي له؟ ليك ما تكلي راسي بسينوجين، يقطعك بعزيه. أنا ما بدي شيء من قطرن، فهمت؟ وأنت قبل ما تتبجح وتفشخ تبقى عرف شغلة عني بعد ما صار لك تعرفها. شو هي؟ أنا إذا وقع نصي على الأرض ما بلمه. أنا بلمه. بنخ بكل طيبة خاطر وبلمه. وبعجل. وبستلقاه قبل ما يوقع على الأرض. برجع بردلك إياه وبعطيك إياه. وبقول لك أنت بدون نصك الثاني ما بتكوني ميسم عبود. وأنا نصك الثاني. شو؟ هريكي غزل وكلام حلو حتى سكرت الخط بوجهه؟ إنه سكرت بوجهك، شو بعد بدك؟ نسيتيني سبب الاتصال. ليه هو؟ لازم شوفك ضروري. حل عني عامر. وحياة شادي في شي كتير ضروري. عيد الحلفين. وحياة زين. شو هو؟ ما بينحكى على التليفون بس لازم شوفك. عن شو الموضوع؟ لما شوفك بقليك. صدقيني الموضوع كتير مهم. شو؟ رن سلولارك التاني؟ أي تاني؟ يي نسيت هلا أنت بتكون وين؟ مزبوط هلا أنت بتكون بالبيت، بالبيت التاني قاعد مع كاتمة أسرارك اللي بتخبرها عني كل شي. عن مين عم تحكي؟ جنين. جنين شو؟ شو قلت لي اسم عيلتها؟ مش مهم هلا مع مين ووين أنا. مهم إنه ضروري شوفك. أنا ببقى بحكيك بقول لك أمتين ووين. وبعد في شغلة. شو؟ إياك بقى تفاجئني، لا بالبيت عند قمر ولا بالشغل، فهمت؟ وإلا؟ وإلا الشيء المهم والضروري ما بيعود فيك توصل لي إياه. أنا بحدد المكان والزمان. فهمت؟ فهمت. ليه عم تطلعي فيه هيك؟ لأنه كان لازم صورك. صور وجهك، سجل صوتك، أنت عم تسأليه وينه؟ عنده. وين بده يكون يعني؟ المهم أنت وين كنتي؟ أنا وين كنت؟ على المطرح اللي وصلتي له لما خبرتي عن جنين. طلعت عيونك، غليانك. أنا كل هول؟ يا ويلي عاللبوة اللي جواتك اللي بعدها مشتاقة للأسد اللي جواته. بعتذر إذا تصرفت غلط أو إذا تليفوني تصرف غلط. عمر بالمبدأ تليفوني دق ببيتي، فأنا بعتذر إذا زعجك أو إذا فضح مكان وجودك. أمتى شفتي ميسم؟